استدعاء المترشح للانتخابات الرئاسية العايشي زمان للمثول أمام الشرطة العدلية. تلقى المترشح للانتخابات الرئاسية العايشي زمان اليوم الصباح استدعاء للمثول أمام أعوان فرقة الشرطة العدلية بسجومي. حسب المعطيات الأولية المتوفرة لموزايك، فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 كانت أذنت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالسجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة حول تزكيات تابعة للمترشح للانتخابات الرئاسية العايشي زمال اللي تم استدعائه للمثول اليوم أمام الشرطة العدلية بالسجومي لتقديم إفاداته حول هذا الملف. بخصوص الانتخابات الرئاسية، المحكمة الإدارية تتلقى 7 طعون في إطار نزاعات الترشح في طورها الأول، حيث ذكرت المحكمة الإدارية اليوم أنها تلقت منذ يوم الاثنين 12 أوت وبشكل إجمالي 7 طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأول من التقاضي. وأفادت المحكمة في بلاغ أن الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالنظر ابتدائيا في الطعون المذكورة انطلقت في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الغرض منذ يوم أمس، وسيتواصل عقد تلك الجلسات إلى حدود يوم غد الجمعة. وجاء في البلاغ أيضا أن هذه الدوائر الاستئنافية ستتولى تباعا التصريح بمنطوق ومآلات الأحكام ابتداء من يوم الغد الجمعة 16 أوت وإلى غاية يوم الاثنين 19 أوت على أقصى تقدير. ووفق الرزنامة اللي أعدتها ونشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باش يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي والمقرر في أكتوبر المقبل بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية يوم 3 سبتمبر المقبل. وصادق مجلس الهيئة نهار 10 أوت بإجماع أعضائه على قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، وهم زهير المغزاوي، قيس سعيد، والعيشي الزمال، في حين تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملف ترشح. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنه مجلس الهيئة رفض تلك الملفات بسبب انعدام العدد المطلوب من التزكيات أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للمترشح أو وجود خلل في شروط الجنسية المستوجبة في المترشح، وذلك رغم إشعار المعنيين بتلك النقائص في الأجال المحددة. وشدد على أن رفض ملفات الترشح المذكورة لم يتأسس على غياب بطاقة السوابق العدلية البطاقة عدد 3. محمود بن مبروك أمين عام لحزب المسار أعلن حزب المسار عن انعقاد مؤتمر الانتخاب الاستثنائي الأول بمشاركة ممثلين عن 16 مكتب جهوي حسب بلاغ صدر يوم أمس. وتم حسب بلاغ الحزب انتخاب محمود بن مبروك أمين عام للحزب لمدة 5 سنوات. تسجيل 20 اعتداء على صحفيين في شهر جويلية الماضي، سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر جويلية الماضي 20 اعتداء على صحفيين من إجمالي 25 حالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو من شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل للصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي. وأفادت النقابة في التقرير الشهري لوحدة الرصد بأن الاعتداءات توزعت حسب النوع الاجتماعي إلى 8 إناث و12 ذكور، في حين توزعت الخطط إلى 18 صحفي وإعلاميين 2. وينتمي ضحايا الاعتداءات إلى 13 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 9 قنوات إذاعية وموقعين إلكترونيين 2 وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 15 اعتداء من أصل 20 إشعار بحالة.
وزيرة المالية تعلن أن تونس تستعد لطرح القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني. أكدت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل تدريجي بما في ذلك مؤشرات المالية العمومية في وقت تستعد فيه الوزارة لطرح القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني للاكتتاب يوم 3 سبتمبر المقبل. وشددت الوزيرة خلال سلسلة اجتماعات عقدتها أمس مع رؤساء المديرين العامين وممثلي عدد من المؤسسات المالية في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة بشأن طرح القسط الثالث للاكتتاب على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد تنشيط الحركية الاقتصادية ودفع الاستثمار وخلق الثروة. وتستمر عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني المزمع إطلاقها في 3 سبتمبر إلى حدود يوم 11 سبتمبر في محاولة لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار قابل للترفيع. وتمكنت وزارة المالية خلال القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 من تعبئة 1 مليار دينار فاصل 444 مقابل 0.700 مليار دينار وقع رسمها كالعادة ضمن قانون مالية للسنة ذاتها 700 مليون دينار ما يمثل معدل استجابة في حدود 206% حسب تصريحات سابقة لمدير عام التونسية للمقاصة ماهر أزواري. وتأتت الاكتتابات أساسا عن طريق الوسطاء في البورصة بنسبة 60% والبنوك بنسبة 40%. وقد استمرت فترة الاكتتاب من 6 إلى 13 مايو 2024 وفق زواري. من جهتها نمصية شددت خلال الاجتماعات على أهمية الانخراط في عملية الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة اللي توفرها كعملية ادخار متوسط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة وتطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024. وأعربت عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وأثنت على مساهمتهم في إنجاح القسط أو الأقساط السابقة من القرض الرقاعي. وأتاح القسط الأول لوزارة المالية المطروح ما بين 5 و 13 فيفري 2024 تعبئة أكثر من مليار دينار مما مكن من تجاوز اللي تم رسمه في البداية واللي كان في حدود 750 مليون دينار يعني 0.750 مليون.